التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة شوط الختام، ختام هذه الفترة الصباحية المميزة التي دارت على مدى 12 شوط في هذا الصباح، خصوصا لسن اللقاية لهدنا أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، انطلاقة الشوط الثاني عشر الخاص باللقاية الإبكار، نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمشاركة والمنطلقة في هذا الانطلاق والمسار المميز. نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه التحديات الرائعة مباشرة مع المركز الأول وصدارة الشوط. هنا من تفتتح النداء والإذاعة ميضاح لهجن أم الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زاهرة من يقدم لنا انطلاقة ميضاح مع المركز الأول، بينما نتابع المركز الثاني القادم في هذا المسار، وصول من تصميم لهجن أم الزبار، يضمرها ناصر بن حمد الشهواني مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من العاديات لهجن أم الزبار بقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من رواسي لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بغفران المري، من يقدم لنا رواسي مع المركز الثالث. المركز الرابع أو المركز الخامس مشاهدينا الكرام، قدوم من شبا في سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، ضمنها حمد بن طالب بن عمارة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، الأسماء الخمسة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن عودة مع البداية، نعود مع الصدارة مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والحضور الرائع من هذه الشعارات والمؤسسات الكبيرة الحاضرة والمشاركة في هذا الانطلاق المميز والجميل. عودة مع البداية مع المركز الأول، القيادة مع ميضاح لهجن أم الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زاهرة من يتابع لنا ميضاح مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، بينما نتابع وناخذ المركز الثاني مع ثاني تحديات الوصول والتقدم من تصميم لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد الشهواني، من يتابع لنا انطلاق التصميم مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من رواسي من تصل مع المركز الثالث لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. والمركز الرابع وصول من العاديات لهجن أم الزبار، من تصل مع المركز الرابع، أيضا منها عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مع المركز الرابع. خامس المراكز وصول وتقدم من شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد آل ثاني، أيضا منها حمد بن طالب بن عمارة مع المركز الخامس. هكذا هي التحديات الأولى، هكذا هي الخمسة الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام. لكن عودة مع البداية، نعود مع صدارة الشوط، القيادة هناك مع المركز الأول مع ميضاح لهجن أم الزبار، يضمرها حمد بن سالم بن زاهر من يتابع لنا ميضاح بتحديات جميلة ورائعة هنا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تابع القدوم مع المركز الثاني، من تصل مع ثاني تحديات تصميم لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد الشهواني. ولكن شوف الدخول في هذه اللحظات، وصلت هنا مشاهدينا الكرام شبا لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، يضمرها حمد بن طالب بن عمارة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث العاديات لهجن أم الزبار، عبد الله بن علي بن سلامة من يتابع العاديات. المركز الرابع الواصلة في هذه اللحظات، الواسي لهجن الشحانية، يضمرها ذهبي سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، تابع الوصول هنا من تصميم لهجن أم الزبار بقيادة ناصر بن حمد الشهواني مع المركز الرابع في هذه اللحظات. هكذا هي التحديات الأولى المتقدمة، ولكن القيادة وين؟ الله
يا سلام تابع وشوف هذا الأداء المميز. ميضاح لا تزال هي القائدة للمسار، القائدة للتحديات الأولى هناك مع البداية بشعار أم الزبار، بشعار هجر أم الزبار، تقود الأسماء والتحديات المميزة في ضمنها حمد بن سالم بن زاهر من يتابع ويراقب لنا ميضاح مع المركز الأول، بينما أتابع القدوم من شبه لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد الثاني، حمد بن طالب بن عمارة من يتابع لنا شبه المركز الثالث، العاديات يجري من الزبار عبد الله بن علي بن سلامة من يتابع العاديات، المركز الرابع رواسي الشحانية من تصل في هذا المسار يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري، المركز الخامس القادمة في هذا الانطلاق هنا مريفة لهجر من الزبار جابر بن علي النجم أول ندال مريفة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن شوف الأسماء أيضا القادمة في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن الله شوف اللي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت مشاهدين الكرام، هنا القادمة مريفة تتسلل في هذه اللحظات مع المركز الرابع، لكن العودة مع البداية ميضاح 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 لا تزال هي صاحبة الكلمة في مسار وتحديات هذا الشوط، لا تزال هي القائدة لهذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام هنا ميضاح، ولكن رواسي رواسي الشحانية، رواسي الشحانية قادمة مع الذهبي سالم بن فاران المري. الله 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 تابع هذا الأداء، تابع هذا التنافس الشيق، ميضاح رواسي ميضاح، ولكن رواسي ميضاح 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 هجن أم الزبار تخطف الناموس الانتصار مع شوط الختام. سلام ميضاح سلام، تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهاني لحمد بن سالم بن زاهرة من قدم لنا ميضاح المركز الأول المركز الثاني. وصلت مع المركز الثاني رواسي لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران المري، المركز الثالث المركز. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا تابعنا هذا الشوط المركز الثالث والرابع، سوف تأتي معلومات بعد قليل. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نعود للتوقيت الزمني، توقيت ميضاح لحظة وصوله لخط النهائي 7:40 56 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، التهاني لحمد بن سالم الزاهري المركز الثاني. وصلت رواسي مع ذاني التحديات 7:40 96 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس لهجن الشحاني، والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري المركز الثالث. وصلت العاديات لهجن أم الزبار، توقيت الزمني 7:41 24 جزءا من الثاني، تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهاني لعبد الله بن علي بن سلام الهاجري المركز.